السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل متابعين مشتركين القناة. أحلى ناس في الدنيا النهاردة من سوق الحمام، سوق الحمام بومياطة. هنتفرج النهاردة على فيديو حلو، هنتفرج على الحمامتين كويسين، أحلى ناس في الدنيا. انتهي ده والله دكتور دي انتهي دي انتهي؟ مستوى حلو، مستوى ما شاء الله وصل. اللهم صل على النبي. ده اللي في ايدك ده محترم. ده دكر جعفر. بودابست. اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه وشهم عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. الحمامه جميله يعني، النهارده اول ما اشوف حمامه في السوق. دي بيدك ده طيره؟ دي طيره دي. اللهم صل على النبي. دول سوالة. سوالة. بيبقى الدماغ النقطه الزرقاء ديت البصمه. البصمه والجناح قشر بندق. والجناح قشر بندق والسروال قشر بندق زي الجناح. اللي عنده تبقى بجنة. تقليب هو كده. اللهم صل على النبي. معاه حمامتين جعفر حلوين اهوت. وده ايه؟ ده اخوه. سوالة برضه. بس ده تقرشته بقى ايه؟ تقرشته باينة عن اخوه. واضحه شويه عن اخوك. اللهم صل على النبي. بس ما شاء الله يعني حمامتين حلوين. الصلاه على النبي، ربنا يبارك لك يا عم. صباحك فل يا رجاله. صباحك جميل يا رجاله. اللهم صل على النبي. اهوت نوع العصافير دي. نوع كوكتيل حبيب قلبها محترم. صباحك فل يا باشا. والله السكين ده صور خلي بالسكين ده صور الراجل ده السكين. دول ايه؟ سكاليت. اللهم صل على النبي. يعملهم كم الجزء من ده؟ يعملوا 500. الصلاة على النبي. بيبقى جناحه تقرشته ديت زي القشر بندق. زي القشر بندق. والوش؟ الوش كبيرة بقى. اللهم صل على النبي. خمس ده ذكر؟ ده استرادة. ذكر. اللهم صل على النبي. في القلاش بقى حمد ديت لسه في القلاش. بيبقى الوش عظمه كده ماشي مع وشه. عظمه ماشي مع وشه. جبت دي قشر بندق. وديله ديله بس الحمد ده في قلاش يا جماعه. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك يا زهر. دي اللي تبع القلاش. دي انتيته. الصلاة على النبي. مستواه قليل في الخلقة في وشها. الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك. معاه برضك زغلتين هنا هماك. السوق النهارده في زغلين حلوة. ربنا يبارك لك يا زواج حبيبها محترم. صباحك فل. ده معاه كلب بلدي اهو. صاحبه جرب اجرب. حبيبها محترم. صباحك فل يا حاج. حبيب قلبها محترم. والله ما هم بتوعي. دول جزء الخضرة هم. اللهم صل على النبي. وجزء وجزء مساوي. جزء قشر وحلبات سفرة. جزء قشر بندق فهم. طواقي حلبات سفرة طواقي حلوين. وحلبات سفرة طواقي. اللهم صل على النبي. قلب محمد كده الذكر ده في ايدك. احنا ما بنقلبش الحمام يا جماعه لان احنا بنتفرج عليه، بنحاول ان احنا ما نقعدش نقلبه ونتكلم عنه كتير. اللهم صل على النبي. أزهرة لك انا نيمس لسه في قلاش مستواه كويس. اعمل له عام. ما هو يا عم.
تقلب لنا قهوة من الأهل. رقم النهاردة على قطقطة. اللهم صل على جمال النبي. بكر اشري سمك. مع برضك حمامتين بيض حلوين. اللهم صل على النبي عليك عم مان. تحت برضك الجوز بنقص الخروطة والجوز النمس والباقي ده باكستانيات حمام باكستاني. برد البوليش ده نوع عمار بولندني بولندي بولندني بولندني حبيب قلبه محترم. اللهم صل على النبي. لقيته؟ لسه في قلب. سلكت عم ماهر يا جدعان من الشغل. ربنا يبارك لك عم ماهر. حبيب قلبي يا ويز. ما تقلب الفرد ده هو الكريم. قلبه بايدك. ماجي ده عم هنقلب ولا ما عادش. فين ماجي؟ اوزبك اوزبك. مش عايز اتكلم. اللهم صل على النبي الغالي العمد. تقول ايه ابو ام ام زواج رميات دول ها ما لبستهمش ده بلا سوق دول يا جدعان اللهم صل على النبي ذكر وانت يا ذكر وشه عامل ازاي ولان تاي دماغها هي الضعيفه ربنا يبارك لك يا محترم. هنا ده ده الزبيطه حره مقلوبه اهي شايفين اللي جاي يقطع عادي والفرد الاسود برضه الاسود طبيعي عندنا ده الايه البوص اصلا ده الايه ده الايه اللهم صل على النبي كين من هنا اللهم صل على النبي ده زغلول حبيبك صباح الله محترم حبيبي يا باشا منتصف ربطيه جوه محمد قاعد فريد صدره جوه اهو احلى تصوير في الدنيا مسود فرد حمام والله يا محمد عايز انا ده مش شفته عايز انت شايفه الشط ده عامل شط طبعا عشان ما حدش قالها لك كنت شبهها سلاح جوز بالاسود دول جوز اشربون دول لا 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 احنا مش هيتباع يا هصور احلى راجل في الدنيا سلفوا لها عبد الاسد هتنزل على اليوتيوب يا اسطى صباح الفل يا حاج بلبل يا يحيى بلبل يا يحيى دول بلبل ابيض البول البيضاء يا حيدر انا بس كنت زعلان بقول عليهم البول البيضاء والذكر عينيه يا الذكر ماله عينيه حمصي دول البلق البيضاء يا
حيكم رضا وحي الناس. اللهم صل على النبي. النهاردة السوق تعبان شوية، مفيش في حمام قد كده. اللهم صل على النبي. احلى ضيف في الدنيا. طلعت عصافير امك جوال عصافير. اما الحاج شحها مزاد وموت خالص. لا دول جعفنا امك يا جماعه، بس مش نفس المستوى اللي احنا اتفرجنا عليهم في الاول. دول اللهم صل على النبي. فينا ازاز برضك ديلو ويملت خيري خيري اللي هو ده الراجل اللي 20 جنيه خيري. فينا فردك برضه فانتازا فانتازا ضربه بلحي يا محمد قمر ده القمر ابيض ملطي. هتفرج بقى على الملطي ده ايه؟ ده كربة رومي وملطي وفنجيات بس ده في الحل ملوش حل. لا هو في الفاضي، هو منفوش في الفاضي يا جماعة جد؟ والله يعني منفوش في فص؟ لا هو زي الميني كينج كده. الميني كينج ده الجزء ايه جزء الصبح؟